اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله وكيف تشوفوا معايا موعدنا مع وصفة نقدموها في وجبة الفطور او وجبة اللمجان. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هاد الحرشة الصحية لهاد الوصفة. حاجتنا ان شاء الله جوج كيسان العنبة تاع السميد الرقيق اللي هو السميد الناعم اللي تنستعملو في البغرير، 250 غرام. حشنا معلقة صغيرة تاع قشور الحامض أو قشور الليمون، الملح حسب الذوق، شوية تاع القرفة، معلقة كبيرة تاع الزعتر مطحون مخلط مع شوية الزجلان. حشنا نص كاس تاع زيت الزيتون 80 غرام، وحشنا معلقة تاع السكر. نخلطوا مزيان هاد العناصر ونبسبسوها حتى جميع الحبيبات تاع السميده تلبس بديك الزويته، اي زويته العود او زيت الزيتون. وحنا تنبسبسو تنخلطو بحال هكذا، وحنا تنوركو مزيان على الحبيبات باش يتلبسوا لينا بديك الزويته. تنزيدو بكية تاع خميرة الحلوى وتنزيدو 250 غرام تاع الحليب بحرارة المطبخ. نخلطو هاد العناصر مزيان. تشوفوا معايا الخليط سائل، غادي نخليه يرتاح شويه، الزجل اللي السميده شرب شويه الحليب. انتما البنات بعد ما تنخليو الخليط يرتاح شويه تيعقد لان السميده تتشرب شويه داك الحليب، غادي نديرو هاد الحريشات فرضيه في هاد المقيله تاع سبع وجوه. غير تسخن المقيلة تاعتنا، مقيلة سبع وجوه أو حفيرات السبعة. نبداو نهزو معلقة من الخليط نديروها في الحفيرات، نهزو المقلة تاعتنا باش ما تغلبناش، نديرهم يطيبوا على نار مهيله. انتما البنات راه ما تيلصقوش في هاد النوع تاع المقلات، تنهزوها كي بحال هكا نحطوها هكدا على الحافه باش تجينا في الحفيره مقاده. هاد الوسطانيه راه تتحمر اكثر من الاخرين حيت تجي في عين النار. تنطيبو دائما على نار مهيله باش يطيبو لينا من الداخل تاعو وتحمر بطبيعه الحال، راه تيبقى حسب الذوق. في البنات تحمر تبقى حسب الذوق.
تنوصلوا لهاد النتيجة الرائعة، حريشات ولا أروع في المذاق. وما نعود لكمش على الطيبة تاعت القرفة والزعتر وزيت العود والحامض اللي تتفوح منهم، رائعين في الشكل وفي المذاق. واللي ترغب في وصفات بالروبو ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة لطيفة ثيرموميكس، فالرابط في صندوق الوصف وفي عنوان هذه الوصفة. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.